بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله رب العالمين هنبدأ نحل مع بعض أسئلة كتاب المدرسة للصف الثاني عشر متقدم في مادة الفيزياء، ونشوف كده. أول سؤال معنا بيقول: أي مما يلي يحدث عندما يعطي لوح فلزي شحنة موجبة؟ يعني دلوقتي أنا عندي لوح فلزي، هذا اللوح بيحمل شحنة موجبة، عايزين نعرف مع بعض كده شباب ايه اللي حصل عشان هذا اللوح يكتسب شحنة موجبة. الراجل مديني 3 اختيارات، قال لي: هل بتنتقل البروتونات اللي هي الشحنات الموجبة من جسم اخر الى اللوح، ولا بتنتقل الالكترونات الشحنة السالبة من اللوح الى جسم اخر، ولا بيعتمد ذلك على ما اذا كان الجسم الناقل للشحنة موصلا ام غازيا؟ احنا عايزين نعمل مع بعض اتفاق كده في الاول، ان انا لو عندي المادة، هذه المادة بتتكون من ذرات، هذه الذرات عبارة عن بروتونات اي شحنات موجبة والكترونات شحنات سالبة. يعني انا عندي شحنات موجب وشحنات سالب داخل المادة. هنعمل مع بعض الاتفاق اللي مش عايزين ننساه خالص، ان اللي عندها الامكانية للحركة هي الالكترونات السالبة. الالكترون السالب ده هو اللي يقدر يروح ويقدر يجي. يعني انا عندي دلوقتي الالكترون السالب هو اللي يقدر ينتقل من جسم الى جسم، فلو انتقل من جسم خرج من الجسم، هذا الجسم فقد الكترونات، ده يعني ان الجسم صارت شحنته موجب. طب والجسم اللي هيكتسب الكترونات صارت ان شحنته سالبة، بمعنى ان انا لو جيت دلوقتي على هذا الالكترون اللي موجود عندي في الجسم بالشكل اللي قدامي ده ورحت لغيته ليه يا مستر؟ عشان ده انتقل من هذا الجسم راح الى جسم اخر. طب ما تيجي نشوف الكلام ده ونطبقه عندنا. انا بيقول لي ان اللوح الفلزي ده ان شحنته موجب، هل معنى كده انتقلت البروتونات؟ لا، البروتونات خلاص عرفنا انها ما بتنتقلش خالص. امال مين اللي بينتقل؟ الالكترونات الشحنات السالبة. انتقلت الى اللوح ولا من اللوح؟ انتقلت من اللوح، عشان يبقى عدد الشحنات الموجبة على هذا اللوح اكبر من عدد الشحنات السالبة على هذا اللوح. يعني معنى كده الاجابة عندي هتبقى رقم ب، تنتقل الشحنات السالبة من هذا اللوح الى جسم ايه اخر كي تصبح شحنته موجب. اوكي، السؤال الثاني عندي بيقول: اذا كانت القوة بين شحنة مقدارها، انا عندي شحنة مقدارها، كلنا عارفين ان رمز الشحنة هو كيو، يعني الشحنة دي كيو، وشحنة مقدارها يبقى انا عندي كيو كمان. تمام، طالما عندي كيوهين يبقى واحدة كيو 1 والتانية كيو 2. ممتاز، يعني إذا كانت القوة بين شحنة مقدارها 25 مايكرو، ده مايكرو ديت، يعني لازم أضرب في 10^6. ليه نضرب في 10^6؟ عشان أحولها من مايكرو كولوم إلى كولوم. ممتاز، وكذلك الشحنة التانية اللي مقدارها -10 مايكرو كولوم، يعني هنضربها في 10^6 عشان احولها برضو لكولوم، هي 8 نيوتن. هي مين اللي هي 8 نيوتن؟ ده دي قوة. يعني بيقول لي القوة بين الشحنتين دول قيمتها 8 نيوتن. ما المسافة الفاصلة؟ يعني هو عايز ايه؟ عايز الار ما بين الشحنتين. ده يخلينا نفتكر على طول جري على قانون كولوم اللي بيقول لي ان الاف بتساوي كي في كيو 1 كيو 2 على ار تربيع. انت نسيت المطلق يا مستر؟ اقول لك لا، ما نسيتوش، انا مستني اسمعها منك انت. يعني اما اجي اعوض في القانون هنا بعوض بالشحنات بالقيمه وليس بالاشاره السالبه. يعني انا عندي القوة بتساوي ثابت كولوم مضروب في الشحنة الاولى ضرب الشحنة الثانية على مربع المسافة.
خلي بالك انا في زمايلنا كتير قوي بيتضايقوا من الموضوع ده، بس لازم نقول عليه. هو الراجل عايز مني دلوقتي الار، يعني لازم اخلي الار في طرف لوحدها. طب ايه رأيك نعمل ضرب تبادلي، يعني اضرب الاف في الار تربيع بتساوي كي ضرب كيو 1 ضرب كيو 2. ممتاز. طب ده انا عايز الار لوحدها يا مستر. خلاص يا حبيب قلبي، نقسم هنا على اف واقسم هنا كمان على اف. راحت الاف في الطرف اليسار مع الاف في الطرف اليسار، ظل لي مين لوحده؟ ظل لي الار تربيع. بس احنا عايزين الار، اعمل جذر يا عم ولا تزعل نفسك. يعني معنى كده ان الار هتساوي الجذر التربيعي لكي مضروبة في كيو 1 مضروبة في كيو 2 قسمة اف. كده خلاص المسألة اتحلت معايا، ده بقى كده تعويض مباشر. الار هتساوي الجذر التربيعي. ما تقوليش بقى انا مش حافظ كمان ثابت كولوم. امال انت بتعمل ايه؟ ما انت المفروض على الاقل خالص تبقى حافظ ثابت كولوم. 8.99 ضرب 10 اس 9 حطها في قوس، مضروبة في 25 ضرب 10 اس سالب 6. ليه؟ عشان احولها من مايكرو كولوم الى كولوم. مضروبة في موجب 10، احنا مش هناخد الاشارة السالب ده مطلق، ضرب 10 اس سالب 6 عشان احولها كذلك من مايكرو كولوم الى كولوم واطول شرطة الكسر بتاعتي قسمة 8. وده بالآلة الحاسبة بتاعتك يطلع لك ان ار بتساوي 0.35. يبقى انا كده الاجابة بتاعتي بعد ما حليت ار بتساوي 0.35. اتمنى تكونوا فهمتوا المسألة، مسألة سهلة ومباشرة خالص. تعال نشوف السؤال اللي بعديها. بيقول لي وضعت شحنة كيو 1 عند اكس بتساوي ايه؟ تمام، ايه اكس بتساوي ايه دي؟ محور اكس يا عم، مش عارف محور اكس؟ قول لي اه عارف محور اكس. ادي محور اكس وادي محور واي، عشان ما تقوليش لازم ارسم محور واي. ادي يا عم محور واي. بيقول لي في شحنة حطيناها عند مكان اسمه اكس تساوي ايه؟ هاجي هنا في مكان ما احط شحنة، الشحنة ديت موجودة في مكان اكس تساوي ايه. يعني ايه اكس بتساوي ايه برضو؟ انا مش فاهم يعني ايه اكس بتساوي ايه. يعني المسافة ما بين الشحنة دي، المسافة ما بين الشحنة دي ونقطة الاصل الحتة ديت بتساوي ايه؟ 5 سم، 3 سم، 4 سم، 2 كيلو، اي حاجة. 2 كيلو متر مش 2 كيلو جرام. بيقول لي اين يجب وضع شحنة اسمها كيو 2؟ يبقى ديك شحنة اسمها كيو 1، انا عايز احط شحنة تاني في مكان معين. هذا المكان maybe يكون هنا، ممكن يكون هنا، ممكن يكون هنا، لسه ما نعرفش احنا عايزين نحطها فين الشحنة كيو 2 دي، بحيث تكون محصلة القوة مقدارها صفر على شحنة موجودة عند نقطة الأصل. اهدى كده عليا تاني واحدة واحدة. يعني انت عايز تقول لي ان انا عندي شحنة موجودة عند نقطة الاصل. اه عندك شحنة موجودة عند نقطة الاصل. هذه الشحنة شحنة اختبار. يعني ايه شحنة اختبار؟ شحنة حرة الحركة. يعني ايه حرة الحركة؟ يعني شحنة ممكن تتحرك يمين او يسار او لاعلى او لاسفل، ممكن تروح في اي حتة. الشحنة دي اسمها كيو 3. انا عايز الشحنة كيو 3 دي تبقى موجودة في مكانها، ما تتحركش لا تروح لا يمين ولا شمال. ليه؟ عشان اف عند كيو 3 بتساوي صفر. ممتاز جدا. طب اين يجب وضع شحنة قيمتها سالب 4 كيو 1؟ هو انا لو خدت الشحنة الكيو سالب 4 كيو 1 ورحت حاططها هنا في المكان ده، خلي بالك ده دي سالب 4 سميها كولوم يا عم، والشحنة دي سميها 1 كولوم، والشحنة دي سميها هي كمان 1 كولوم. يا ترى لما احط السالب 4 كولوم دي على اليسار زي ما انا حاططها هتعمل ايه في الشحنة الموجب؟ واللي هتجذبها يا مستر. صح، تجذبها.
والشحنة الموجب اللي هنا تعملي في كيو 3 هتنفر. طب بذمتك هل كده الشحنة دي هتقف في مكانها؟ الكيو 3 دي هتقف في مكانها من غير ما تتحرك؟ لا طبعا، عشان في قوتين بيأثروا عليها جهة اليسار. يبقى انا هنا ما ينفعش احط الشحنة دي خالص، يبقى الشحنة دي ما ينفعش تتحط في المكان ده. ما تيجي نجرب نحطها في المكان ده. يبقى انا احط هنا الشحنة اللي هي سالب 4 كيو، هحطها هنا. استنى كده، ده دي سالب 4 كولوم، ده الشحنة دي السالب 4 دي هتخلي الشحنة دي تنجذب، والشحنة كيو 1 هذه اللي هي الموجب دي هتخليها تتنافر. انا موافق كده، ممكن تتزن لو القوتين دول متساويين. اقول لك حاسب استحالة القوة ديت والقوة دي يتساوي. ليه مش هيتساوي؟ ليه؟ عشان انت عندك الشحنة السالب 4 دي قريبة قوي منها، ده قوتها هتبقى كبيرة جدا، ده هتجذبها خالص. يعني الشحنة السالب 4 كولوم هتأثر بقوة جذب على الشحنة 3، وقوتها هتبقى أكبر من القوة الناتجة عن مين يا أولاد؟ عن كيو 1. كده المكان ده كمان ما ينفعش. ايش طبيعي ناقص لنا؟ انهي مكان ناقص لنا؟ مكان واحد فقط لا غير، اللي هو هيبقى في هذه المنطقة. يعني انا احطها هنا صح؟ يعني دي مكان الشحنة السالب 4 كولوم. برافو عليك، يعني هيبقى بعد الايه؟ ايوه. طب يلا فكر معايا بقى، هو الراجل مديني اختيارات، بيقول لي عند نقطة الأصل. لا ما ينفعش عند نقطة الأصل. بيقول لي عند اكس تساوي سالب 2 ايه، يعني الجهة اليسار الحالة الأولى. لا ما ينفعش. عند اكس بتساوي 2 ايه، أيوة كده، أيوة كده، كلام معقول. عند اكس تساوي 2 ايه. يبقى هنكتفي النهاردة بهذا القدر من الأسئلة، وإن شاء الله في حلقات قادمة نكمل مع بعض باقي الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.